طبعا. وعشان كده احنا اما نيجي نحط النوعين دول من البر اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس، اللي هو المكانه والحاله، البر المكاني اللي هو مقامي في نظر الله، ان انا ببقى بلا خطيه، ببقى لابسه يعني رداء البر، ثوب الخلاص، المسيح واقف في العلاقه اللي ما بيني وما بين الله، الله يراني من خلال المسيح، فما بيبقاش عليا دينونه. فاذا هذا مقام، لكن انت بتتكلم ايضا انه الكلمه الثانيه بتتكلم عن بر عملي، البر العملي او سلوكي، ايش اللي بتقصد فيه؟ البر السلوكي هي حالة القداسة العملية، نتكلم برضو عليها رسالة روميا، وفي يعني الكتاب العهد الجديد كله بيتكلم إزاي إن احنا نسلك بالإيمان ويبقى عندنا قداسة عملية. وطبعا في فرق إن أنا أسلك بالإيمان وأنا أو أسلك سوري ببر أو أطبق يعني أعمال بر دون أن يكون لي غطاء البر الرأسي اللي هو العلاقة بالله. يعني ما ينفعش، لا يمكن في الفكر المسيحي أن إحنا كمسيحيين علشان ربنا يقبل البر الأفقي اللي هو عمل العملي اللي هو أعمال البر بتاعتنا، لازم يبقى يكون في اساسا علاقه راسيه، لان لو مش موجوده العلاقه الراسيه دي تبقى ماساه. لان اي واحد هيبني مثلا مدرسه هيدخل السماء، واي واحد هيبني مستشفى هيدخل السماء. اذا الفقير ما عندوش هاي الفرصه، ما عندوش الفرصه ان هو يكون عنده اعمال البر الواضحه دهيت. لكن طبعا الغني هيقدر ان هو يعمل اعمال البر، وده اللي موجود في الاسلام فعلا.